السلام عليكم، معكم محمد هشن، نائب أمين سيارة أجرة الكبيرة بمدينة تيزنيت وفاعل جمعوي. دابا بالنسبة للزبناء، بالنسبة للمحطات، المحطة اللي في طريق بلميم، الزبناء اللي كيلتجؤوا ليها راه بالنسبة للخطوط اللي خدامين راه ديال الجهات اللي تابعة لسوس مسا. أما بالنسبة للجهات اللي تابعة للجهة الثانية، بالنسبة لجهة بلميم ودنون، لا بد من الرخصة الاستثنائية. بالنسبة للخطوط اللي كتشتغل الآن، كتشتغل خطوط ولا جرار الرقادة، بالنسبة لتغمي، إيداوس ملال، أنزي، أقلو، الساحل، بونعمان. أما بالنسبة للخطوط الأخرى، بالنسبة للمير ليفت، راه لا بد من الرخصة الاستثنائية، لأنها تتبع إلى إقليم سيدي إفني، وسيدي إفني تابع لجهة بلميم. نفس الشيء بالنسبة للأخصاص وأيترخا وتيغير، راه تابعين لجهة إفني، يعني لا يمكن للزبناء باش يمشيو في الطاكسي ديال تيزنيت الى ديك المنطقه لانها تابعه للجهه الثانيه، لا بد من الرخصه الاستثنائيه عند السلطات المحليه المختصه. اما بالنسبه لاكادير، انزكان، نايت ملول، تارودان، طاطا، راه تابعه لجهه مسا، لا تحتاج الى الرخصه الاستثنائيه بل تحتاج الى البطاقه الوطنيه. وبالنسبه للتنقل ديال الزبناء، راه هناك حسب التعليمات والتوصيات ديال اللجنه المحليه قضاء، راه كاين 50%، يعني ثلاثه الزبناء طبق الاجتماع ديال البارح مع السلطات ورئيس قسم الاقتصاد تيزنيت، كنبهوا الناس الزبناء بضروري ارتداء الكمامه والتعقيم، وجميع السائقين المهنيين راه بالنسبه لهذه التعليمات، اي واحد بغى يركب الطاكسي ضروري من الكمامه، ضروري يعني مؤكد، ومسافه الامان، ممنوع التجمعات لا بالنسبه للمهنيين والزبناء، واحترام مسافه الامان. الثمن مضاعف حتى هو. والثمن مضاعف، لان الثمن اي زبون كيخلص. ودرنا واحد الملتمس بانه انطلاقا من رئيس جمعيه امازان عبد الله بموش، دار واحد الملتمس من طلبوا للسلطه بانه يزيدوا لنا واحد الزبون باش ننقلوا عبر سيارات الاجره، لان الاصول جديد نهزوا ربعه الزبناء ويتفردوا على جوج البلايص اللي باقيين، ولكن ننتظر الجواب من السلطات المحليه. كما نفس الشيء بالنسبه لجهات الدار البيضاء والمراكش، حتى هما داروا الملتمس باش يزيدوا ديك البلاصه، باش يكونوا اربعه، يكونوا جوج في الوسط وواحد في اللور وواحد في القدام، باش يقسموا الثمن ديال الرحله. اما حنا دابا الطاكسي لا يمكن ان تتنقل الى اي مدينه الا بثمن الرحله، حاليا زكان عندنا 180 درهم، يعني السياره راه ما يمكنش ديماري الا ما جدات 180 درهم، نفس الشيء لجميع الخطوط المتبقيه في الاقليم. اوقات العمل ديالكم متى تبداو العمل؟ اوقات العمل كنبداو مع 6 وكنساليو مع 8 ديال العشيه، يعني 8 مساء. عندك شي كلمه اخيره للمسافرين؟ هو كنطلبوا المسافرين يساعدوا ريوسهم ويديروا مسافه الامان ويلبسوا الكمامه ويديروا التعقيم ويساهموا، لحقاش الا مشات شي حاله حتى يكون الوباء منتشر هنا راه كلشي غادي توقف، نفس الجهات يعني اللي تابعين للفئه الثانيه المنطقه جوج. شكرا لكم على حسن التواصل وعلى النقل المباشر على صفحه تحقيق 24. شكرا لك. كنشكرك سي ولي.